ايش موقفك اليوم صراحة بعد ادخال بعد اكثر من 10 شهور ادخال الموز والتفاح؟ فرحني انه صغار والكبار والعجايز والشباب يعني. والله احساسنا اشور. ايش مالك؟ فقرناه من اول ما جاء. العاب العاب كاتوها العاب. وايش طلعت؟ فواكه. انا سميته يوم تاريخي الصراحة يعني، لان من فترة طويلة جدا الناس مش انه ما كلش الموز والتفاح، انه شافوه اساسا. فاليوم لما تلاقي انت مره واحده موز وتفاح والحمد لله بشكل وفير يعني، فان شاء الله رب العالمين يديم النعمه علينا. This is Munder from Ashima Shelter. We really appreciate the support. We have received banana and apple for the first time after 9 months of this cumulative genocide. We really appreciate your support. Keep supporting us. May Allah bless you and your family. Thank you so much. يلا مع السلامة.